بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حلوني يا أبي. إحنا في العهد القديم الآباء الدارسين بيقسموا أسفار العهد القديم لأربع أقسام، يعني في تقسيم يهودي في تقسيم مسيحي. التقسيم اليهودي بيقسم لثلاث أقسام، لكن التقسيم المسيحي غالبا بيقسمه لأربع أقسام. القسم الأول اللي هو أسفار الشريعة، القسم الثاني اللي هو الأسفار التاريخية، والقسم الثالث هو الأسفار الشعرية أو الأدبية أو التعليمية، والقسم الرابع هو الأسفار النبوية. يبقى إحنا عندنا أربع أجزاء، يعني مقسمين العهد القديم إلى أربع أقسام: أسفار الشريعة، والأسفار التاريخية، والأسفار التعليمية أو الشعرية أو الأدبية، والأسفار النبوية. طبعا في ناس بتحط العهد الجديد برضو بنفس الطريقة، يعني في مقابل الأسفار الشريعة الأناجيل الأربعة، مقابل الأسفار التاريخية سفر أعمال الرسل، ومقابل الأسفار التعليمية الرسائل بولس الرسول والكاثوليكون، ومقابل الأسفار النبوية عندنا سفر نبوي واحد في العهد الجديد هو سفر الرؤيا. سفر أيوب هو من الأسفار الشعرية أو الأدبية، مع المزامير والأمثال وسفر النشيد الأناشيد، يعني مجموعة الأسفار الشعرية أو التعليمية. ونقدر نقول كمان حاجة مهمة، إن سفر أيوب ده أول سفر اتكتب في كل الكتاب المقدس، لأنه أيوب زمنيا قبل موسى، زمنيا هو بعد إبراهيم وقبل موسى، يعني هو من أحفاد إبراهيم من ولاد قطورة، لكن طبعا قبل موسى. ف يعني يمكن السفر بتاعه هو اللي جمعه أو خده موسى وضمه على الأسفار المقدسة، لكن هو يعتبر هو أقدم سفر في الكتاب المقدس كله قبل ما موسى يكتب الأسفار الخمسة بتاعه. قصة أيوب احنا هنتكلم في مرتين، المرة الأولى هناخد فيه ملخص لسفر أيوب، ده المرة دي نشوف القصة ونشوف الملخص بتاع السفر كله، والمرة الجاية إن عشنا وأحيانا ربنا ناخد بعض يعني قضايا بيثيرها سفر أيوب ونتناقش فيها مع بعض. سفر أيوب 42 إصحاح، القصة نفسها موجودة في الإصحاح الأول والثاني وجزء من الإصحاح ال 42، يعني القصة موجودة في أول إصحاحين، بداية القصة وآخر القصة في آخر الإصحاح الأخير اللي هو 42. طيب وبين الاثنين؟ بين الاثنين شعر، يعني الجزئين دول بس اللي في الأول وفي الآخر دول نثر، يعني كلام عادي، لكن اللي في الوسط ده كله شعر. عشان كده الناس وهي بتقرأ بيبقى صعب، لأنه كله صور بلاغية وبيتبحر. اللي بيكتب قصيدة شعر، فتلاقي أيوب بيجاوب بقصيدة طويلة واخدة إصحاحين، أليفاز جايب قصيدة طويلة اللي هو من أصدقاء أيوب. المهم يعني ان كل السفر شعر وكله حوار بين ايوب واصدقائه. فعشان كده انا حاولت ان انا اعمل زي ملخص عشان نفهم السفر كله في قاعدة واحدة، والملخص ده يساعدنا لما نيجي نقرا، لان معلش طبعا العربي مترجم في القرن ال19 فتقيل شوية، الانجليزي يمكن اسهل لأنه لغته أحدث، لكن العربي مترجم بلغة لبناني قديمة، فالألفاظ كتير اللي بيقرأ بيبقاش فاهم أصلاً الكلام إيه. عربي أبز هو لغة قديمة، ولغة شعرية كمان فيها صور وتعبيرات كتيرة، وياخدنا يمين وشمال علشان يوضح المعنى بأكتر من طريقة، وبيقول المعنى بأكتر من عبارة، تاخد شوية. أنا حاولت ألخص يعني كل إصحاح في سطر، وحاولت يمكن أخد السطر ده التلخيص بتاعه
عبارة عن آية، يعني خدت بيت من أبيات الشعر اللي موجودة، وده المحور الرئيسي اللي كل الإصحاح بيتكلم عنه، آية أو آيتين بالكتير، فحاولت ألخصه بالطريقة دي. البداية إحنا هنقرأ السفر اللي هو الأول إصحاحين وآخر إصحاح عشان نفهم القصة على بعضها، وبعد كده ناخد اللي في الوسط ده في محطات سريعة عشان نفهم السفر. فالبداية الإصحاح الأول، إذا كان يعني حتى ممكن نحن نحطه على الشاشة. الإصحاح الأول زي ما قلت إن أيوب كان من الأحفاد بتوع إبراهيم، وكان رجل كبير، قد يكون ملك قد يكون رجل كبير في القوم بتوعه، يعني كان رجل معروف. والثلاث أصدقاء اللي هيقولوا يعزوه دول برضو ناس يعني إما ملوك مجاورين يا إما ناس من كبار القبائل، يعني قادة القبائل اللي موجودة حواليه. فبيقول إيه: كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. وولد له وولد له 7 بنين و3 بنات، كانت مواشي 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 اتان، وخدمه كثيرين جدا، يعني عنده عبيد بيخدموا عليه كتير جدا، وعنده يعني ممتلكات من المواشي حاجة كبيرة قوي أو بالألاف. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاث يأكلن ويشربن معهم، يعني كانوا ولاده عايشين في سلام وبيحبوا بعض وبيجتمعوا مع بعض. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. كان زي النظام بتاع زمان قبل الناموس بتاع موسى، كان كبير البيت هو الكاهن، كبير العيلة هو الكاهن بتاع العيلة، يقدم ذبائح لربنا. فأيوب كان بيقدم ذبائح بأسماء أولاده ويصلي من أجلهم عشان ربنا يحفظهم ويقدسهم، ولو كانوا عملوا أي أخطاء ربنا يسامحهم. لأن أيوب قال: ربما أخطأ بنية، وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. وكان ذات يوم، هنا ده الوضع اللي موجود، أيوب رجل صالح ومبارك، وأولاده عايشين في سلام بيحبوا بعض وعندهم بيوت بيتجمعوا فيها، ده الوضع الطبيعي بتاع كان أيوب. نيجي بقى نشوف حسد الشيطان. الشيطان لما يحسد إنسان ممكن يحاول يدمره، يحاول طبعا ربنا دايما هيدافع عننا، لكن ساعات ربنا يسمح، دايما الشر جاي من الشيطان. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم، يمكن بنو الله الملائكة يعني. وقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. دي الحتة بتاعته اللي خدها من الإنسان، فدي الحتة اللي بيتحرك فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. يعني أنت مسيطر على الناس، لكن في واحد هايل ده أنت ملكش سلطان عليه، مش قادر تقرب منه لأنه إيه؟ رجل كامل ورجل يتقي الله ويحيد عن الشر، وليس مثله في الأرض، ده بتاعي في وسط الأرض. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية؟ تلاحظوا الشيطان إيه؟ عايز يأذيه، بس ربنا محوط عليه، ربنا دايما محوط علينا وساتر علينا وحصننا.
بيقول كده: فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ أنا مش عارف يا أبونا صموئيل، العرض اللي موجود مش السفر، العرض اللي موجود الإبصالية، فيعني كده السفر، كده مظبوط، كده مظبوط السفر. فأليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. الشيطان إيه؟ بيقول كده وهو إيه؟ متغاظ. دايما الشيطان بيكرهنا، ما يحبش لينا الخير يعني. ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف، يجدف عليك، في وجهك يجدف عليك. طبعا ربنا عمره ما يعمل شر. فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدك، أنا أدي لك إذن، وإنما إليه لا تمد يدك، مجيش ناحيته هو. كل ما له هديك إذن إنك أنت تتصرف فيه، ولكن هو ما تمدش إيدك عليه، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. هنشوف طبعا بقى إيه بسرعة الشيطان بيعمل إيه. كل الشرور اللي بتيجي في العالم بتيجي بالطريقة دي. الشيطان أهو: وإذ كان ذات يوم وأبناؤه وبناته، أبناء وبنات أيوب، يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذا جاء آخر وقال إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء. طبعا النار مش جاية من الشيطان، بس هو غلط الراجل، هو بيبلغ مش فاهم. نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. بينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت انا وحدي لاخبرك. شوف الشيطان هيج السبئيون وهيج الكلدانيين وهيج ايه ده ايه ده. وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال: بنوك وبناتك كانوا ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر، واذا ريح شديده جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الاربع، فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت انا وحدي لاخبرك. حتى الشيطان عرف يهيج ريح. فقام أيوب بعد ما فقد كل حاجة حتى أولاده. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد. بيصلي وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. دي بداية القصة. قال كده: الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. طب أنت فاهم يا أيوب؟ لا لا لا، لا أنا مش فاهم. طبعا مصايب كبيرة أوي أوي أوي، ويعني ومفاجأة وكلها جاية ورا بعضها. ليكن اسم الرب مبارك. الموضوع ما خلصش على كده. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. نفس الكلام الأولاني. وإلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. أجاب الشيطان الرب وقال، شوفوا برضو الشيطان
ما بيسكتش، عايز يدمر الإنسان، يعني مش بيشبع من أذية الناس. أجاب الشيطان وقال وقال أجاب الشيطان الرب وقال: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه. يعني يقصد يعني ما دام أنا ما مسيتش جلده خلاص هو يعني مش هيجدف عليك، لكن لو أنت حكيت جلده كده هيجدف عليك. طول ما هي الحكاية بعيدة عنه بره خلاص مش هتفرق، لكن ما دام لمسته هو هتفرق. وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. ده إيه؟ عايز الشيطان عايز يزود عليه. قال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. يعني هديلك إذن تمسه بأمراض، لكن احفظ، يعني جيش ناحية عقله، جيش ناحية نفسه العاقلة، خليه دي ما تتمسش. هنلاحظ طبعا ان كل حاجة شيطان بيقدر يعملها في حدود، في حدوده بإذن. الحاجات دي هنجيلها في الآخر يعني، بس احنا دلوقتي بنلخص القصة. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. يعني كل جسمه بيعل عليه بيوجعه بقروح من باطن قدمه إلى هامته، إلى رأسه يعني. فأخذ لنفسه شقفة أيوب ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله وموت. هي في يعني في أصلها إلعن الله وروح موت، روح موت يا أخي، فين ربنا ده اللي أنت متكل عليه، ولا أنت بتقول مبارك الرب في كل الأمور؟ جدف على الله يعني وروح موت. فقال لها: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات؟ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. هنلاحظ ان الشيطان هو اللي بيعمل الشر، لكن ايوب بيتعامل مع ربنا. اقول تاني، الشيطان هو اللي بيجيب الشر، لكن القديسين بيتعاملوا مع الله مش مع الشيطان، بيقبلوا كل حاجة من ايده حتى لو ربنا سامح بيها وهي شر من الشيطان. لكن الانسان اللي عنده إيمان في ربنا بيتعامل مع شخص ربنا فعلى طول، لأنه عارف أن الله ضابط الكل في الأول وفي الآخر، هو بيتعامل مع ربنا. فقال لها ببساطة كده: الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. يعني هو متقبل في كل هذا، لم يخطئ أيوب بشفتيه. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي. تيماني يعني من تيمان، الشوحي يعني من كل واحد بحسب المنطقة بتاعته. دول كانوا زي ملوك أو رؤساء قبائل زي ما وصفت، وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه. ورفعوا أعينهم من بعيد لما وصلوا، يعني اتجمعوا مع بعض عشان يروحوا له. فراحوا سافروا وراحوا، أول ما وصلوا يقول كده رفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه. طبعا لما كانوا بيتزوروا أو يعني بيشوفوا بعض قبل كده، شايفينه يعني ملك في بهاء ولبس وفخامة، يعني اتفاجئوا ان هو في الرماد وفي قروح ماليه جسمه من فوق لتحت، من اول راسه لباطن قدميه. رفعوا اعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا اصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته، وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي، ولم يكلموا أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. طبعا الموقف ده أفضل موقف ليهم،
يعني هم بعد كده هيتكلموا ويبتدوا يستعرضوا كلامهم في الشعر، وكانوا ناس بتعرف ربنا يعني، لكن ما كانوش يعني بيستعملوا الرحمة مع أيوب في الكلام. لكن الموقف ده أحسن موقف ليهم. ساعات لما يكون الإنسان في ظروف صعبة محتاج حد بس يشاركه آلامه من غير كلام، فهما عملوا كده. يمكن ناخد عليهم حاجة إن هم ما صلوش معاه، ما حدش فيهم شايفينه بيصلي، ولكن لما يكون حد في آلام بنصلي معاه، مش بنوعظه، بنصلي معاه ونقول له إن ربنا دايما شريك آلامنا، لأن هي دي الحقيقة، ربنا حاسس بينا وحاسس بآلامنا. هنا احنا خلصنا الجزء الأولاني، بعد كده دي المقدمة. نيجي بقى للجزء الوسطاني الكبير، هنقرأ في الآخر الجزء الأخير بتاع الإصحاح 42، بس بعد ما ناخد الإيه؟ الملخص بتاع الجزء اللي جاي كله. طبعا الجزء اللي جاي كله زي ما قلت لكم شعر، وده أخذ سنين، أيوب اتألم سنين طويلة. وأنا يعني في تصوري، معرفش صح ولا غلط، بس في تصوري إن الشعر ده ما يتكتبش في يوم وليلة. يعني أيوب علشان يكتب شعر بالطول ده، وأصحابه كل واحد يحضر قصيدة يرد بيها عليه، دي تاخد شهور. التجربة بتاعت أيوب كلها على بعضها مش مذكور بالظبط في الإنجيل خدت قد إيه. في ناس بتقول 7 سنين، في ناس بتقول 3 سنين، في ناس بتقول أكتر، لكن خدت سنين. وهو في الوضع البائس ده وهم بيتزوروا عليه ويتكلموا معاه ويقولوا شعر، وهو يحضر شعر وهم يحضروا شعر، ويجوا يقولوه، بعدين تلاقي واحد تاني بيجاوب، وكل واحد بيدي للتاني فرصة. أخدت سنين. ياه البؤس ده وهو مش فاهم، والمدة طويلة زي كده. يعني ده احنا النهاردة في حالة وباء ما كملناش سنة، وقد ايه الناس تعبانة، قد ايه الناس بتقن، مع ان احنا يعني العلم متقدم وعارفين شكل الفيروس وعارفين ان في دواء وعارفين ان في انواع من العلاجات وانواع، لكن طبعا ما زال وباء خطير وبيموت. وبدأوا يعملوا له فاكسين ونوع تاني ونوع تالت وقصص، لكن الناس تعبانة. ده كل ده وإيه؟ ويعني عارفين تقريبا بنحارب إيه؟ صحيح يعني فيروس خطير، لكن عارفين، وفي تقدم كبير في العلم وتحاليل. أيوب عيني مش فاهم حاجة، لا عنده علاج لمرضه ولا هو فاهم اللي بيحصل خالص، مش فاهم حاجة خالص. وفين ربنا؟ مفيش، مش شايفه، زي الدنيا مقفولة، السماء مقفولة. طب تفسير؟ مش فاهم. هو بيقول أنا متقبل من ربنا، وليكن اسم الرب مبارك، وأنا يعني هقبل الخير من ربنا ومش هقبل الشر. لا، أنا هقبل وأنا متقبل. طيب لحد إمتى؟ أسبوع، 2 شهر، 2 سنة، 2، الحكاية مش بتخلص، مش باين لها آخر. إحنا النهاردة عارفين القصة، عارفين أولها وعارفين آخرها، وعارفين نهايتها خير، وربنا عوض أيوب أضعاف، وصبره ده يعني كان يعني سبب انه كون دالة مع ربنا، وعطى ربنا عطاله كرامة عظيمة. وعرب احنا اللي عارفين دلوقتي القصة، لكن ايوب ما كانش عارف حاجة. ايوب الدنيا سودت من كل ناحية، فقد كل حاجة، مفيش غير زوجته، حتى زوجته ايه؟ ما عندهاش نفس الايمان بتاعه، فتعبان، مش قادرة تستحمل ولا قادرة تشوف جوزها بعد ما فقدت كل عيالها وفقدت كل الممتلكات بتاعتهم. وهو بالوضع ده جوزها التقي اللي كان، هنشوف دلوقتي قد ايه الراجل ده كان عنده قلبه مليان رحمة وعنده إحسان وعنده نقاوة وعنده اهتمام بكل الغلابة، هنشوف. وهي كانت شايفة ازاي يحصل له كده، وفاكرة انه ايه، ان هي دي النهاية. لا، مش هي دي النهاية. طيب تعالوا بقى ايه، ناخد السفر حتة حتة.
ناخد زي ملخص كده للسفر، وانا يعني هاخد زي ما قلت كده، هقسم الاصحاحات وحدي عنوان لكل اصحاح، حدي عنوان لكل اصحاح. الاصحاح الاول والثاني مقدمه القصه حتى حدوث التجربه، وده اللي احنا شفناه في وقريناه دلوقتي في الاصحاحين دول. الاصحاح الثالث قصيده ايوب تعبان بيسب اليوم بتاعه ويعلن شقاوته وحزنه ومرارته، بيتألم بينفث تعب وحزن وبؤس ومرارة طول الإصحاح ده، الإصحاح الثالث. ووقف فأليفاز التيماني ده، ذا كان الكبير في الأصدقاء، بدأ إيه حضر قصيدة طويلة واخدة إصحاحين، الإصحاح الخامس الرابع والخامس، ملخصها عايز يعزي أيوب. فبيقول له بص، الإنسان مولود للمشقة. أنا واخد كلمات من وسط الإصحاحين دول يعني عشان ألخص الإصحاحين، إن الإنسان يعني الدنيا كلها مشقة، معلش معلش الدنيا كلها تعب. وطوبى لرجل يؤدبه الرب. آدي تفسير خاطئ بس راح حاططه له في وسط الكلام. قال له معلش اعتبر ده تأديب من ربنا، ويا بخت الإنسان اللي ربنا بيأدبه. لا ترفض التأديب، ربنا بيجرح ويعصب. دي برضو من كلام أليفاز، يعني يسحق ويداه تشفيان، يجرح ويعصب، يعني معلش إذا كان هو جرحك هيعصبك، إذا كان هو بهدلك شوية هيشفيك يعني معلش ده يعتبره تأديب من ربنا. ده تفسير شخصي لأليفاز بقصيدة شعر ضخمة واخدة إصحاحين. أيوب راح رادد عليه بقصيدة طويلة بقى واخدة إصحاحين برضو، 6 و7. زي مش مرتاح للتفسيرات بتاعته، ويعني بدأ يعبر عن ضيقه من الكلام. قال له طب يعني الإنسان مولود للمشقة لكن تبقى مصايب فادحة بالمنظر ده؟ طيب ربنا بيمتحني ليه بهذا الأسلوب العنيف؟ أنت بتقول ربنا بيأدبني ولا بيمتحني؟ طب ليه الأسلوب العنيف ده؟ ليه كده؟ ياخد كل حاجة عندي، ياخد ولادي، يبهدلني كده؟ أريد أن أبلع ريقي فقط. أنا واخد من كلامه يعني، بيقول له يعني ده كتير قوي، ده أنا مش لاحق أبلع ريقي. ده خدت الايه دول، ده الملخص بتاع الاصحاح السادس والسابع. ليه كل المصيبه الفادحه دي؟ ليه ربنا بيمتحني بالاسلوب العنيف ده؟ عايز حتى بس اشم نفسي ابلع ريقي، مش لاحق ابلع ريقي، كله نزل فوق راسي. دخل بقى ايه بلدد الشوحي. بلدد الشوحي اخذ قصيده في الاصحاح الثامن، ما عجبوش كلام أيوب، فبدأ زي يبتدي يأنبه أو يوبخه. قال له ما تقولش الكلام الخاطئ ده، أنت متضايق من ربنا يعني؟ ده كلام غلط، إن كنت صالحا فسوف يعوضك خيرا أبديا، إن كنت أنت كويس خلاص هيعوضك خير في السماء، أيامنا ظل يعني مسيرها تنتهي، أيامنا ظل. يعني انتوا عارفين طبعا الظل يعني ما فيش ظل بيستمر، لان الشمس دايما بتتحرك او الارض يعني تتحرك حوالين الشمس وحوالين نفسها، فالظل دايما بيتغير، يعني يبقى في ظل كبير وبعدين يصغر 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 وبعدين يتحول للناحيه الثانيه، فالايام كالظل يعني حاجه صغيره هتنتهي، فايامنا ظل. وبالتاكيد انت اخطات لذلك فعل الرب بك هذا. بدا بقى ايه بلدد اتكى عليه زياده بقى، وقال له ايه يعني انت بتعترض على طريقه ربنا ومش مش مش سايبك تبلع ريقك، اكيد انت لو صالح وكويس هيعوضك في السماء، لكن انا في رايي انت بالتاكيد اخطات. طبعا دي حته مجامله لربنا بس على حساب قلب ايوب وقسوه على ايوب، فبيقول له بالتاكيد انت اخطات لذلك فعل الرب بك هذا. ده ملخص الاصحاح التام.
نيجي بقى أيوب تعب أكتر، وفي نفس الوقت بدأ يعبر عن مشاعره. في الإصحاح التاسع والعاشر قال قصيدة طويلة، بيقول لهم أنا مش بتحدى يعني ولا بعترض، إني فقط أسترحمه لأنه يكثر جروحي بلا سبب. أنا مش شايف سبب ليه كده كل ده، أريد أن أفهم لماذا يخاصمني وليس من مصالح. طبعا ليس من مصالح دي جميلة أوي أوي ومهمة جدا، دي في الإصحاح التاسع عدد 33، دي آية مهمة. ليس من مصالح، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، مفيش حد يصالحنا على بعض. طبعا دي زي أنين البشرية كلها اللي كانت بتقول مفيش حد يصالحنا على الله. مين بقى المصالح اللي صالح السمائيين مع الأرضيين، اللي وضع يده على كلينا؟ ربنا يسوع المسيح، الكلمة المتجسد، لأنه هو طايل الآب بلاهوته، مساوي للآب بلاهوته، وطايل الإنسان بناسوته، طبيعة إنسانية كاملة، فقدر يضع يده على كلينا عشان كده صالحنا. أو زي ما بيقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. أقول تاني، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. فالمصالح كانش موجود في العهد القديم، المصالح ده ربنا يسوع في العهد الجديد. وضع يده على كلينا يعني إيده بإيد بلاهوته مساوي للآب وبناسوته مساوي للإنسان، فصالحنا، صالحنا في جسده صالح. فهنا أيوب يعني بيعبر عن حالة البؤس اللي هو فيها، فبيقول يكثر جروحي بلا سبب وليس من مصالح، أريد أن أفهم لماذا يخاصمني، أنا مش عارف أشوفه، مش عارف أكلمه، ما أنا كنت بكلمه زمان وبتعامل معاه وبقدم ذبائح وبفرح بيه، وكان كنت فرحان وحاسس بحضوره، دلوقتي الدنيا مالها. فجاء الصديق الثالث بقى في الإصحاح 11، حط برضو قصيدة، وراح إيه بدأ يعني يهاجم أيوب بزيادة، يمكن يعتبر شتمه. قال له أنت عديم الفهم وخاطئ، أنت خاطي وما بتفهمش، ولكن توب عشان ربنا يرفع وجهك، يعني يرضى عليك. ارفع وجهك يعني زي يرضى عليك ويشفيك ويرجع لك الوضع الأولاني. فبدأ بقى يعني إيه التلاتة ماشيين في نفس الاتجاه، إنك أنت بتقول كلام وحش، وإنك أنت خاطي، وإنك أنت محتاج تتوب. خدوا اتجاه، وهو يا عيني الراجل مجروح، بيحب ربنا لكن مجروح ومش فاهم ومتبهدل والمدة طويلة. فأيوب برضو راح رادد الإصحاح الـ 12 للـ 14، خد ثلاث إصحاحات بقى، قال لهم بصوا، ملخص الثلاث إصحاحات دول، قال لهم أنا فاهم الكلام النظري ده عن ربنا زيكم بالظبط، قال لهم أنا عارف ربنا وعارف أنه ربنا صالح، لكن أنتم مش حاسين بي، هو ذا يقتلني، أنا بتقتل، الموضوع مش سهل، الكلام سهل لكن الظروف اللي أنا فيها صعبة جدا، هو ذا يقتلني، لماذا يحسبني عدوا وأنا ورقة مندفعة وقشا يابسا؟ ده أنا ولا حاجة بالنسبة له، ليه حطيتني كأني عدو نزل علي؟ كل ده نزل فوق دماغي مرة واحدة. طبعا خلوا بالكوا أيوب مش فاهم اللي بيحصل، مش فاهم الشيطان والحسد بتاعه وان كل ده جاي من الشيطان، أيوب ما كانش لسه فاهم، بس هو بيتعامل مع ربنا فحاسس ان ده زيادة قوي، وحاسس ان ده بيموت، هو ذا يقتلني، لماذا يحسبني عدوا وأنا ورقة مندفعة وقشا يابسا؟ يعني أنا ولا حاجة بالنسبة له، ليه يحصل كده؟ رد عليه أليفاز برضو بإيه؟
قصيدة في الأصحاح الـ15 برضه راح جاي إيه واخد، هما الثلاثة واخدين نفس الاتجاه، أنت راجل خاطي في ردك وفي كلامك. طبعا بيقول قصيدة شعرية معظمها أو كلها بتدور حوالين الفكرة دي، أنت راجل خاطي، أكيد أنت راجل خاطي، حتى ردك وحتى كلامك كله غلط. برضه not fair، يعني كلام مفهوش رحمة ومفهوش عدل. رد عليه أيوب بقصيدة برضه، كل ما واحد يتكلم أيوب يحضر ويكتب لهم. الإصحاح 16 و17 قال لهم بقى بصراحة، أنتوا جايين تعزوني، معزون متعبون كلكم، أنا مستعد أتكلم نظريا زيكم عن ربنا لو كنت في ظروفكم، لكن أنا أبكي له لكي يحاكمني بالعدل. أنا خلاص مش هلتفت لكلامكم بقى، أنا هفضل أبكي لي وصلي وأبكي علشان يحاكمني بالعدل، عشان أنا مش شايف أنا عملت إيه وحش ولا فاهم هو اللي بيحصل لي ده كله. طبعا راح رادد عليه بلدد الشوحي وقال له برضو ايه كلام جارح، قصيدة طويلة ملخصها ان نور الاشرار ينطفئ، وبالتأكيد انت شرير عشان كده نورك اتطفئ. شوفوا الكلام الجارح، نور الاشرار ينطفئ، طب ما عارفين اه، فبالتأكيد انت شرير عشان كده نورك اتطفئ واتفقرت واتبهدلت زي كده. رد عليه أيوب في قصيدة في الإصحاح 19 قال لهم يا جماعة ليه بتعذبوني بالكلام، ترأفوا علي يا أصحابي، لماذا تطاردونني مثل الله؟ على كل حال رجائي أن أراه في الأبدية، حتى ولو أنا نور الأشرار هيطفئ وأنت اعتبرت أن أنا شرير، أنا رجائي فيه مش هيخيب، حتى لو ما شفتوش على الأرض أشوفه في الأبدية. الله على إيمان أيوب، الله على الرجاء بتاعه وهو متألم ومتهان ومتبهدل وفي قمة البؤس وخسر كل حاجة حتى جسده، المرض من كل ناحية، ولكن لسه له رجاء في ربنا. شوفوا الإيمان، رجائي أنا أراه في الأبدية، حتى لو ما خدتش تعزية، حتى لو ما تحققتش العدالة على الأرض، أنا رجائي إن كل حاجة تتحقق في الأبدية، رجائي أنا أراه في الأبدية. سوفر برضو أدلى بدلو وقال قصيدة في الإصحاح 20 ملخصها إن هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وده يعتبر ملخص فكرهم عن أيوب، الحالة اللي أنت فيها دي ده نصيب الإنسان الشرير من عند الله. الإنسان الشرير، أنت أكيد شرير، فنور الأشرار ينطفئ وده نصيبك اللي أنت لازم هتاخده، لأنه أنت شرير وده نصيب الأشرار من عند الله. طبعا تقدير خاطئ تماما منهم وكلام متعب ومفهوش ريحة الرحمة. رد ثاني أيوب، كتب قصيدة في الإصحاح 21 وقال لهم بقول لكم إيه، اسمعوني انا اعزيكم بقى، ما دام انتم يعني مش عارفين تقولوا لي كلمه كويسه اعزيكم انا، ستقضون ايامكم بالخير ثم في لحظه تهبطون الى الهاويه، اما انا فرجائي في ابدياتي. انتم بتعرفوا تتكلموا كويس وصحتكم كويسه والغنى بتاعكم موجود وهتقضوا ايامكم بالخير وفي الاخر هتنتهي للهاويه، لكن أنا رجائي في ربنا في أبديتي. شوفوا الإيمان بتاعه بقى. رد طبعا عليه أليفاز وحيرده بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، أليس شرك عظيما لذلك سحقك الله، ارجع إليه وتوب، أكيد أنت شرير وشرك عظيم عشان كده ربنا داسك وسحقك. طبعا كلام خاطئ تمام، وقال إيه بيقوله ارجع إليه وتوب، روح توب. وأيوب كان إنسان نقي جدا وعايش حياة توبة باستمرار، ارجع إليه وتوب. ده الإصحاح 22. أيوب رد عليه برضو في قصيدة إصحاح 23 و24، تحسه يعني أنه هو مش بيرد عليه بقى، بدأ يعني يناجي نفسه ويناجي ربنا، لأن هو مش شاعر أنه هم بيتكلموا نفس الكلام ويعيدوه بأساليب متنوعة، لكن هو نفس الاتجاه. فأيوب بدأ يناجي ربنا ويناجي نفسه،
فبيقول لماذا يطاردني الله ولا أجده؟ لنتفاهم، عايز أتفاهم معاه بس مش لاقيه، مش لاقيه زي المعتاد. إني متمسك بوصيته، ولكن لماذا يختفي الآن؟ ده ملخص الإصحاحين دول. أنا هفضل متمسك بوصايا، أنا بحبه بحب وصايا، هفضل متمسك، لكن أنا بس تعبان لأني مش لاقيه عشان نتفاهم، ومختفي مني، لماذا يختفي؟ طبعا بلدد الشوحي برضو راح رادد بالقصيدة في الإصحاح 25، قال له بص الإنسان لا يتبرر أمام الله ولا يتزكى. أنت فكرك يعني أنت بتقول أنا بحب وصاياه ومتمسك بوصاياه، أنت مين يعني؟ أنت هتتبرر أمام الله؟ والراجل ما قالش حاجة، والراجل بيقول أنا بحب وصاياه ومتمسك بوصاياه، هي دي حاجة يعني أتعير بسببها؟ هو مش بيدور على إنه يفتخر بحاجة، ده هو بيقول أنا هفضل متمسك مهما كانت الظروف صعبة، هفضل متمسك بوصاياه. الراجل يعني ما قالش حاجة، لكن برضو بلدة حطها في شكل اتهام، قال أنت يعني بتبرر نفسك، الإنسان لا يتبرر أمام الله ولا يتزكى، برضو كلام قاسي وفي اتهام. أيوب راح رادد بقى إيه بقصيدة طويلة جدا، 6 إصحاحات، عدد من إصحاح 26 لإصحاح 31. قال لهم بصوا أنا أؤمن ببره، أؤمن إن الله هو البار، أنا ما بررتش نفسي، أنا أؤمن ببره ولكنه لا يعاملني بالحق، أنا مش شايف إن اللي حصل ده حق ولا عدل، في حاجة أنا مش فاهمها، ولكني في آخر سأتمسك ببري. هتمسك ببري يعني هتمسك بإن أنا أعيش في مخافة ربنا، هتمسك بوصية ربنا، ولكن أمعائي تغلي ولا تكف، أنا تعبان جدا جدا جدا. ده ملخص ال6 إصحاحات دول بس. وهم بقى إيه سكتوا، قال لك ده يعني خاطي وحش وشرير ومش عايز يعترف إن هو شرير، يعني وبالعافية يعترف إن هو شرير وهو راجل فعلا بيحب ربنا ومتمسك بوصاياه. هما التشخيص بتاعهم غلط، لأن هما مش فاهمين. هنا يظهر شخص جديد في القصة غير أيوب وال3 أصدقاء، شاب أصغر منهم في السن لكنه كان راجل حكيم وعنده توازن في فكره، اسمه أليهو. أليهو حضر معظم أو كل يمكن السجالات اللي حصلت دي والأعداد الطويلة والأشعار، وقعد سمع وكان بيسمع، بس يسمع كل واحد يقول الكلمتين بتوعه، وبعدين قال طيب اسمحوا لي أنا أجي بقى في الآخر ما دام سكتوا كلكم أتكلم. الإصحاح 32 مجرد إنه بيقول، يعني مجرد إنه بيقول أنا هتكلم، يعني أنتوا كبار وكلمتوا وأنا سمعت لكم، يعني ملخص يعني الإصحاح إنه بيتحمس ليتكلم. هيبتدي يتكلم، هياخد 5 إصحاحات يتكلم فيهم كلام متوازن، ما يقسوش على أيوب، يعني ما يتكلمش في حاجة هو مش فاهمها، يعني كلام أليه الحقيقة كان كلام متوازن إلى حد كبير، ولذلك يمكن أيوب ما ردش عليه خالص. أليهو بيقول إيه؟ ملخص الكلام، يعني أنا لخصت ال5 إصحاحات كده في كم سطر. أول حاجة إن الله أعظم من الإنسان، يعني هو يا أيوب ربنا مش واقف لك يعني حاطط راسه براسك، لا طبعا ما تفكرش كده، أنت بتقول هو بيطاردني هو بيقتلني، لا خلي بالك الله أعظم من الإنسان، فأنت يا أيوب لم تصب، أنت لست أبر من الله، انت مش هتكون ابر منه ولا تفهم اكتر منه. بعدين يقول له كلمه جميله جدا 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 وناخدها شعار لينا في حياتنا كلها، اصبر له وسوف تراه، اصبر له وسوف تراه. شوفوا الكلمه جميله ازاي، صبرت نفسي لناموسك، زي ما بنقول في المزمور بتاع صلاه النوم، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب،
أو انتظر الرب تقوى ولا تشدد قلبك، دي كلام المزامير الجميل. فخلينا ناخد الآية دي شعار حلو لينا، اللي يترجى ربنا سوف يراه، اللي يصبر وينتظر الرب سوف يراه. فنصيحة أليهو كانت نصيحة جميلة جدا جدا، قال له اصبر له وسوف تراه، اذكر عظمته وإحساناته. اذكر ده ربنا ده عظيم جدا، وإحساناته تفوق الوصف. بعدين قال له كلمة تانية برضه، قالوا إننا لا نحسن الكلام لسبب الظلمة. إحنا ساعات ما نعرفش نتكلم لأن إحنا مش شايفين كويس، إحنا لسه على الأرض في هذا الجسد الكثيف اللي مش مخلينا نشوف حاجات كتيرة من الأمور التي لا ترى. فلا نحسن الكلام لسبب الظلمة اللي إحنا فيها. طبعا في العهد الجديد الوضع اتغير كتير، وضع المسيح أشرق علينا، شمس البر أشرقت علينا، احنا كنا جالسين في الظلمة وظلال الموت، ولكن ربنا نور علينا، النور أشرق في الظلمة، وأولاد ربنا بقوا أولاد النور، قبل النور يسكن في حياتهم وينور حياتهم. الوضع اختلف كتير، لكن وقتها فعلا ما كانش حاجة مفهومة، فالناس كانت بتتخبط في الكلام. فبيقول له بص يعني ما تزودش كتير في الكلام. طبعا أيوب يعني الإصحاحات اللي هي 26 ل 31 دي قال فيها كلام الحقيقة، لما قال سأتمسك ببري حكى حاجات كتير، قال أنا كنت بنزل أدور على المساكين والتايهين وأدخلهم أوكلهم وشربهم وبيتهم عندي، كنت ما اسمعش عن أرملة ولا يتيم إلا لما أبعت لهم وأعولهم واهتم بيهم، عملت حاجات كتير حلوة، وكنت دايماً مش سايب حد غير لما بساعده. يعني الرجل بيقول عشان كده وعهدا قطعت العيني، عمري ما بصيت واشتهيت واحدة ست. يعني الحقيقة كان هو بيعبر عن قد ايه هو كان ملتزم، وقد ايه الوضع اللي هو فيه يعني كان عشان كده مستغرب وعلامات الاستفهام كبيرة. عشان كده أليهو بيقول له ايه، بيقول له اصبر اصبر، ما تقلقش، دي مش النهاية، اصبر له وسوف ترى. خلينا ناخد المبدأ ده يبقى في حياتنا باستمرار، نصبر لربنا وسوف نرى. اذكر عظمته وإحساناته، إننا لا نحسن الكلام لسبب الظلم، يعني فالأحسن نصبر لحد لما ربنا يكشف لنا وينور لنا إرادته ومشيئته إيه. إننا لا نحسن الكلام لسبب الظلم، الله قدير وعظيم القوة والحق والبر ولا يجاوب. ما ينفعش ان احنا نتهمه ولا نقول له انت بتعمل ليه كده، ولا نتخانق معاه يقول لك انا وحدي، يقول لك انا زعلان من ربنا. ايه حبيبي يعني زعلان من ربنا انت؟ ما ينفعش، this is the wrong way، ده طريقة غلط، مش هنعرف نطلع بيها بحاجة. لكن انا اصبر له وسوف ارى، ما عدش أتكلم لو الدنيا ظلمت، ما عدش أتكلم بقى كلام مش مظبوط، لأن أنا مش هأحسن الكلام لسبب الظلم. فمش عايزين نقول كلام يطلع مش مظبوط. فبعد كده ربنا راح متكلم في بعد ما آليه خلص، أيوب سكت وتقبل كلامه، وبدأ ربنا ينهي التجربة وبدأ يتكلم أيوب. كلم أيوب الأول وبدأ يكلمه بحنان شديد. هتلاحظوا ربنا بيكلم أيوب مش ملوش دعوة بالأصدقاء ولا بأي حد، كلهم موجودين لكن ربنا بقى اللي بيكلم أيوب. دي من عدد من إصحاح 38 وإصحاح 39 وأول آية في إصحاح 40، يعني إصحاحين وآية. فربنا بيجيب أيوب بحنان وبيقول له مفيش تناسب بينا خالص، انت كنت فين لما انا خلقت السماء والارض، وانت كنت مفيش يعني مفيش تناسب، انا مش واقف ضدك ولا حاجه، ومفيش تحدي، انا مش بتحداك ولا مفيش كلام ده، لان الفارق شاسع بينا لا يقاس. فما يعني ما تروحش في بالك
يعني ما تقبلش الفكرة دي أبدا، إن أنا بتحداك ولا إن أنا واقف ضدك أنا بقتلك، ما فيش كده. فأيوب طبعا أول ما سمع صوت ربنا انسحق، انسحق جدا طبعا، فرح وانسحق جدا، ربنا بيكلمه، ربنا بنفسه بيكلمه، انسحق جدا. فجاوب بثلاث آيات، آية 3 و4 و5 في الإصحاح 40، وقال: ها أنا حقير وضعت يدي على فمي وأسكت. خلاص أنا أسكت، لا ده أنا ما كانش المفروض أتكلم كل الكلام ده، ها أنا حقير وضعت يدي على فمي وأسكت. بعد كده ربنا كمل تاني وقال كلام جميل من عدد 6 في الإصحاح 40 لعدد 34 في إصحاح 41، وكله ما معناه يعني: ما أبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. طبعا أنا جايب الآية من إشعياء 55، لكن ده ملخص الكلام اللي ربنا قاله. والجزء ده شعر برضه، الجزء ده مكتوب في سفر أيوب شعر. بعد كده ربنا يعني خلص كلامه، جاء أيوب بقى في أول 6 أعداد من الإصحاح 42، قال له: خلاص يا رب كده أنا فهمت، وأنا قبل التجربة كنت بسمع عنك، لكن أنا بعد التجربة دي شفتك بعيني، بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. أدي المناسبة بتاعت الإيه، الآية اللي إحنا دي كلنا حافظينها: فأندم على كل كلامي وأفكاري الخاطئة عليك. يعني سامحني يا رب على كل الكلام اللي أنا قلته، وإن أنا كنت زعلان وبقول ليه ما بيردش، ليه ما بيواجهنيش، ليه بيعمل فيا كل ده، سامحني يا رب، فأندم على كل كلامي وأفكاري الخاطئة عليك. بعد كده في بقية السفر من أول عدد 7 لحد الآخر نثر، يعني كلام بقى، خلص الشعر وده الجزء الأخير، هنقراه مع بعض عشان نبقى ختمنا الإيه السفر من عدد 7. يقول: وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني. يعني الملخص بتاع الكلام زي ما شفنا هنا، إنه أيوب بيشفع في أصدقائه بأمر من ربنا، وربنا بيرفع وجه أيوب ويعوضه أضعاف ما كان له. ده كده يبقى الإيه الملخص، نقرأ كده بسرعة. وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب هذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني الكبير بتاعهم هما الثلاثة: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. ياه، ما قالوش الصواب. هنشوف الكلام ده بقى في المرة الجاية إن شاء الله، إيه معنى كلمة لم تقولوا الصواب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش، واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. يعني روحوا قدموا ذبائح وخلوا أيوب يصلي لكم ويرفع الذبائح من أجلكم، علشان أنا مش هسمع غير ليه، هو أنا هرفع وجهه، وإلا أنا أنتوا اتكلمتوا بحماقة وقلتوا كلام غلط كتير، عشان ما عاقبكوش روحوا خلوا أيوب يصلي لكم. حاجة عجيبة أوي. فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه أيوب. ربنا قبل إيه؟ صلاة أيوب. ورد الرب سبي أيوب. اعتبر ده زي سبي كده، اتسبى من حياته الطبيعية إلى ظرف صعب ممتد لعدة سنوات. فزي يعني الوضع اللي احنا فيه مثلا دلوقتي مع الفارق، يعني وضع غريب، وضع الوباء اللي احنا فيه ده، كل حاجة في الدنيا متغيرة وكل حاجة كأننا في حالة سبي. وبعدين
الأمور ترجع، حنصبر له وسوف نراه. فرد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، يعني بدأ الخير يجي لما أيوب صلى من أجل اللي تعبوه اللي أذوه وداسوا عليه بالكلام وقالوا له أنت شرير وسراج الأشرار ينطفئ وأنت خاطي وأنت وحش وأنت وأنت وأنت. هو قلبه مليان حب لربنا وللكل فصلى من أجلهم. فلما صلى ذبح الشيطان بقى، خلاص الشيطان مالوش سلطان، مش هيظهر تاني في الصورة، الشيطان خلاص انتهى، كسر، عمل كل اللي عنده وفي الآخر خدش حاجة. وتزكى أيوب وانتصر أيوب. رد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا، عطاله الضعف اللي كان عنده، غنى كبير جدا كان عنده عطاله ضعف. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل وأكلوا معه خبزا في بيته، واضح أنه خف جسمه يعني، وقوم الناس زاروه ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه. هنلاحظ هنا طبعا إيه، إن الشر جايبه الشيطان، بس محسوب إن كأن ربنا اللي إيه، لأنه ربنا هو ضابط الكل، لكن في الحقيقة الشر جاي من الشيطان. احنا فاهمين جوه تفاصيل القصة إيه اللي حصل، لكن في وسط العالم يعني يقول لك الوباء ده من ربنا. الحقيقة هو بإذن من ربنا بكل تأكيد، لكن هو مش من ربنا، ربنا مش مصدر شر، الوباء ده جاي من عند الشيطان، والضربات بتاعت أيوب دي كلها واضح أن الشيطان هو اللي عملها، واخد إذن لكن هو الشيطان اللي عملها. وأعطاه كل واحد، كل منهم من قرايبه دول، قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب، يعني عطوله شوية هدايا بسيطة يعني. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم بعد ما كانوا 7,014,000. طبعا دي أرقام مخيفة يعني، أرقام ضخمة جدا. 6,000 من الإبل بدل 3، و1,000 فدان من البقر و1,000 أتان. كان له 7 بنين و3 بنات، جاب 10، هو كان عنده 10 فجاب 10 بقى عنده 20 يعني. وسمى اسم الأولى يميمة واسم الثانية قصيعة واسم الثالثة قرنها فوق، ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن، يعني قسم الميراث عليهم 10. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. فالقصة بتنتهي بشكل جميل جدا، إنه خد بركة مضاعفة من ربنا وعاش لحد سنين طويلة، واضح إن الأيام في وقتها كانوا بيعيشوا كتير، وخد بركة وشاف ولاد ولاد ولاده إلى 4 أجيال. فقد إيه فرح وقد إيه ربنا عوضه. قصة أيوب قصة يعني جميلة جدا، فيها دروس مهمة، ودي إن شاء الله ناخدها المرة الجاية. هناخد 4 قضايا مهمة بيثيرها سفر أيوب، ومحتاجين ندرسها ونفهمها ونطلع منها بمبادئ روحية حلوة. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. كان في أسئلة أو تعليقات أنا تحت الأمر يعني. إيش تعلمنا هذه قصة جميلة بتاعت أيوب، ويمكن قصة مؤثرة الواحد كده بيتأثر معها على أيوب شاف الحقيقة وصبر عليه، يعني حاجات كتيرة حصلت معه. يمكن أول سؤال جانا وتسابونا، مين اللي كاتب سفر أيوب؟ في رأي بيقول إن أيوب نفسه، وده الرأي الأرجح يعني، وفي رأي بيقول إنه موسى هو اللي كاتب سفر أيوب، لكن غالبا هو أيوب اللي كتب وجمع، وبعد كده موسى في عهده هو اللي
اللي خد السفر ده وضمه على الأسفار، بقت من ضمن الحاجات الموجودة في السكريبتشرز يعني بتاعت اليهود. بعد كده اتجمع في عهد عزرا مع الأسفار القانونية اللي جمعها عزرا. في سؤال يا بونا، في الإصحاح الأولاني في آية 6 بيقول: وكان ذاك يوم أنه جاء بنو الله لينصروا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. الحتة دي محيرة شوية يا بونا، هل الله موجود والشيطان يكون موجود في وسط ربنا؟ والحديث اللي ما بين الشيطان والله، هو ربنا بيتكلم يعني، ملخبطة شوية الناس يعني، بتلخبطنا شوية الحتة دي يا بونا. هل وطبعا الله احنا انا فاهم يعني، طبعا احنا عارفين انه الله نور والشيطان ظلمة، فالنور ما يجتمعش مع الظلم. لكن في نفس الوقت في عالم الروح احنا بنشوف الشيطان كان بيجرب المسيح. طب هو المسيح بلاهوته المتحد بناسوته، والشيطان بيتحدى وبيقرب منه، والعجيب ان السيد المسيح سايب له نفسه يجربه، يقول لك اخذه على جبل عالي. ومين اللي ياخد مين؟ اخذه على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك. ف ما دام ربنا بيسمح، ربنا اللي بيسمح كل حاجه، الحدود بتاعت عدو الخير في تصرفاته في كلامه ربنا بيسمح له، وهو قادر أن يسمح، وكله بيبقى لخيرنا ولصالحنا. هو شيطان مشتكي دايما على أولاد ربنا، حتى في سفر الرؤيا يقول قد طرح المشتكي على عبيد الله. طرح هو بيشتكي أهو في سفر أيوب، المشتكي بيدور على إنه هو يطلع يلبسنا تهم، بيدور إنه يأذينا، بيدور إنه ياخد إذن عشان يأذينا بكل الوسائل. دي طبيعة الشيطان، هو مشتكي. فكرة ان هو يتكلم مع ربنا او دي موجودة حتى في العهد الجديد. لا، هو يقدر يتكلم ويقدر يعني، ربنا حسب ما ربنا بيديله الإذن، بيديله الإذن انه يدخل يتكلم، بيدخل يتكلم. يمكن في أبي، في ناس بتخاف يقول لك إن إحنا هنتقرب من ربنا، والمؤمن دايما متجرب. طب طريق ربنا كله تجارب ولا ايه؟ يعني شايفين في قصة ايوب مثلا، كان راجل صديق وبار، والكتاب بيشهد عنه ان هو كان بيقدم ذبائح لاولاده. وبعد كده نشوف الحقيقة نشوفها في كتير في الكتاب المقدس. يعني مثلا زكريا وآلي صبات كان كلاهما برين امام الله، سالكين في جميع طرقه، ما لم يكن عندهم ولد. فتلاقي ان طب احنا يعني ربنا بيجربنا ليه اذا كنا ماشيين في مخافته؟ بنتزكى بالتجارب دي، لكن احنا طبعا هنشوف المرة الجاية اكتر. يعني المرة دي مجرد ملخص، يعني ده انا حبيت بس اعمل زي مجرد ملخص لسفر ايوب علشان الناس بتستصعبه، يا اما يقروا اول اصحاحين واخر اصحاح، يا اما ما يقروش خالص. لكن انا لخصته بحيث ان ممكن الناس في ضوء الملخص ده تقرأ بسرعة، تقوم تفهم وتحط عنوان لكل اصحاح. لكن فكرة انه ازاي الانسان اللي عنده ايمان بربنا ممكن الشيطان يطلب ان هو يختبره ويمتحنه، دي هنشوفها اكتر في المرة الجاية. لكن بوجه عام مفيش انسان ممكن يترقى من غير امتحان، مفيش انسان ممكن يرتفع ويترقى وينمو من غير ما يعدي على سلسلة امتحانات. يعني ابائي انتوا اللي واخد ماستر ديجري واللي واخد، يعني كلكم واخدين حاجات، قد ايه الماستر ديجري ولا حتى الباتشلر ديجري ولا البي اتش دي بتعدي بسلسله طويله من المتطلبات والاختبارات علشان الانسان يعدي وياخد درجه. فهكذا في حياتنا الروحيه احنا التجربه دي كل يوم علينا، كل يوم في اختبارات، وكل يوم ساعات حاجات صعبة وحاجات أسهل ومتنوعات.
لكن ربنا مش سايبنا في كل الظروف دي. ربنا بيدينا التجربة بالمقاس، بيدينا لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، بل يعطي مع التجربة المنفذ زي ما بيقول القديس بولس الرسول، لا يدع عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد صديقون أيديهم إلى الإثم. يعني كل حاجة بحساب، كل حاجة بحساب. فاللي ماشي مع ربنا يطمن إن هو يطمن بإنه يبص لإيد ربنا اللي معاه، يبص لنعمة ربنا اللي سنده، يبص إن ربنا معاه في الامتحان. لازم هيعدي في امتحانات، أمال هو هيتزكى إزاي؟ لازم هيعدي مع المسيح في امتحانات، هيشيل الصليب ويتبعه. ما هو ده، ما هو ده الطريق الوحيد المؤدي إلى الحياة الأبدية. بس ربنا مش سايبنا، هو بيشيل معانا الصليب، هو شريك ألمنا، هو حاسس بينا، وبيدافع عننا. وده اللي هنشوفه يعني بالتفصيل لما نتكلم يعني أكتر. لكن ما نقلقش، بالعكس بالعكس، غير الأشرار بقى اللي هو شيطان مسيطر عليهم. يعني التانيين شيطان مسيطر عليهم، حاططهم في جيبه، هو زعلان إن أيوب بره إيده، فعايز كمان يضايقه، لكن برضو اتحولت الضيقة دي لبركة. تمام يا رب. كان في سؤال يا ابونا، مش عارف قدسك المره دي ولا المره الجايه، حسب ما قدسك تشوف يعني، اذا كان قدسك هتكفرت المره الجايه ولا كده. بس هو يعني ازاي شفنا ايوب لما جرب اتعرض في صحته لامراض كثيره قوي، ازاي اوضح للانسان اللي هو فاكر ان هي عشان بيجي له امراض ده مش ملهاش دعوه بعلاقه بايمانه وبعلاقته بربنا. ساعات بنربط الاثنين ببعض، علاقه الايمان بصحة الإنسان وحاجة زي كده. هل الصحة مرتبطة بإيماني وزيتها في الفترة دي هتكمني فيه أو بقى وكده لا ده أنا بصلي في الأشبية مش هيجي لي حاجة من زي لا ما قلت لك طبعا. تشوف ما. أوكي لا يعني هي ممكن يعني نبقى فاهمين انه احنا لسه ما دام احنا في الجسد بنخضع للقوانين الطبيعية بتاعت الجسد اللي موجودة. الجسد له عمر، خلايا الجسد ليها عمر، وحوالينا في أمراض نتيجة وجود يعني ميكروبات موجودة حوالينا من كافة الأنواع، فمعرضين إن إحنا نصاب بالأمراض. وفي قوانين معينة يعني معروفة علمية، ودي كلها ربنا خلقها، قوانين طبية وقوانين طبيعية، إنه لو أنا المناعة بتاعتي قلت هيحصل لي كذا، لو أنا أكلت كتير هيحصل كذا، لو أنا عملت حاجة معينة النتيجة هتكون كذا، لو أنا شربت حاجة مش مظبوطة هتأذيني. فدي قوانين طبيعية يعني المفروض إن أنا أحترمها. ده من ناحية الجسد. لكن من ناحية الروح، أنا لما بصلي بتغذى روحيا، أنا لما بتناول بتحد بالمسيح تسكن فيه حياته هو وانا اسكن فيه. لكن مش معنى ان انا بتناول يعني انا مش هيجي لي القلب، ولا مش هيجي لي هخف من السكر، ولا لا انا هخف من السكر لما اخد الدواء بانتظام، السكر عندي هيتظبط، انا او اظبط الاكل بتاعي. يعني النعم والعطايا الروحيه ده مسار، والاعتناء بالجسد لأنه وزن من إيد ربنا، لكن في الآخر الجسد ده لازم يعني هنخلعه، زي ما القديس بولس الرسول بيقول إحنا عايزين نخلع هذا المسكن عشان نلبس المسكن السماوي. الجسد ده هنخلعه ونسيبه في التراب، لكن إحنا اتحدنا بربنا خلاص، وثبتنا في المسيح، فخدنا الحياة الأبدية في المسيح. فمش عايزين نخلط بس بين الحاجتين. يعني القديس بولس الرسول متحد بالمسيح وبيقول لي الحياة هي المسيح، ولكن كان مريض في نفس الوقت. المرض ده مسار الجسد، والجسد هينحل وينتهي. وجه وقت من الأوقات القديس بولس الرسول قال خلاص وقت انحلالي قد حضر. فالجسد ده له المسار بتاعه، لكن احنا نفوسنا الغالية اللي المسيح دفع فيها واشتريتم بثمن فمجدوا الله، فنفوسنا دي بنمجد ربنا من أجلها، وهي بتتمجد في ربنا لما تثبت في المسيح تتمجد معه. كنا نتألم معه نتمجد معه، كنا نتعب نلاقي ثمر التعب بتاعنا، وإن ربنا ليس بظالم حتى ينسى تعب المحب، وهكذا.
فاحنا مش عايزين نخلط حاجات ببعضها. الجسد بمتاعبه بتجاربه بظروفه، اللي اتكسر، اللي تعب، اللي خلاص الجسم مش قادر يدي اكتر من كده، الاجهزه اللي ضعفت وما بقتش تشوف او تسمع، كل دي امور طبيعيه، لان الجسد كل الخلايا بتاعته والاجهزه بتاعته ليها عمر وبتستهلك وهتنتهي. لكن ارواحنا زي ما بيقول القديس بولس الرسول، ان كان الخارج اللي هو الجسد يعني يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوم. كده اولاد ربنا اهتمامهم بالداخل اكتر من الخارج. طبعا ما بيهملوش الخارج انه وزنه من ايد ربنا، لكن في نفس الوقت هم اهتمامهم الرئيسي بالداخل، بعمل روح الله في القلب، بالاتحاد بالمسيح، بتقديس الحياه ليه. فالخارج يفنى، ان كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوم. فاحنا نركز اكتر على الداخل وما نخلطش بين الامور. يعني الواحد المفروض يحاسب ويحط الماسك ويخلي باله، ما يقولش بقى لو جالي ده هو سمح من ربنا، مش هيجي لي لما ربنا لازم ربنا اللي يسمح. لا طبعا، لا طبعا، انا لو خالفت وما احترمتش العلم، انا لو ما احترمتش العلم هتأذي، وهذه جسدي وهذه اللي حوالي، لازم احترم العلم. بس لازم بسماح من ربنا زي ايوب. ده ما هو الفكر ربنا يعني. ما ربنا عطانا العلم ليه؟ علشان نحترمه. لكن لو اهملناه زي اللي يعني بي واحد بيأذي نفسه، طب ما ربنا عطانا العلم علشان نحترمه ونحافظ على نفسنا ونحافظ على اللي حوالينا. سؤال تاني يا ابونا، ليه الله كان سامع قوي للشيطان وقال له هتهيجني على عبد ايوب وكأنه انسان بيهيج على انسان يعني في الحديث؟ لا طبعا دي لغة يعني مناسبة بس لينا، دي لغة عشان احنا نبقى فاهمين يعني الداينامكس بتاعت الموقف ماشية ازاي. انه ربنا، هو ربنا ما عملوش حاجة، واللي عمله الشيطان، بس ربنا عطى الاذن، وفي الاخر هو ضابط الكل، شايف وفاهم، وفي الوقت المناسب تدخل بعد ما ايوب خد الدرس كويس قوي وخد البركة كاملة وخد الامتحان للآخر وما جدفش. أيوب إنسان بار، خد الامتحان للآخر ولطول المدة وما جدفش على ربنا، وما قالش طب أنا خلاص زي ما قالت له مراته في الأول، إلعن الله وموت، روح موت نفسك. ما عملش كده. أيوب خد الامتحان، الامتحان كان صعب، خده للآخر. لكن اللغة نفسها بتاعت يعني ربنا بيقول للشيطان يعني دي علشان احنا نفهم، نحس بالسيناريو نفسه بتاع القصة قد ايه صعب يعني. وده اللي حس بيه ايوب، ان الدنيا هاجت عليه. لكن طبعا ربنا حنين، ولما اتكلم ايوب وضح له قال له احنا يعني مفيش بينا مقارنة، ولا ربنا اعظم بكتير. بس ربنا لما بيتعامل مع البشر بيحب ان هو يكلمنا بلغه نحس بيها، يعني to be touching، يعني touching our hearts، عشان نحس ان ربنا برضو بيتفاعل معنا. ربنا فوق التغيير وفوق الانفعالات، ربنا فوق الحاجات دي. لكن لما بيجي يتعامل معانا بيحسسنا دايما ان هو متفاعل معانا، يعني يحزن، يفرح، يرضى، يسر. دي كلها برضو إذا يعني اعتبرناها نوع من التغيرات، ربنا فوق التغيرات. لكن دي لغة علشان نفهم إن ربنا بيتفاعل معانا، فعلا بيحس بينا، بيحبنا، بيحس بينا، بيتألم لأجلنا، بيحس بينا. دي مش معناها إن هو بيضعف، أو معناها إن هو خاضع للتغير. تمام يا أبي، ربنا يبارك في خدمتك يا أبي، وكلنا احنا مشتاقين ان احنا نسمع الجزء الثاني ونتعلم من أيوب ازاي عدى التجربة. ربنا يبارك في خدمتك يا أبي ويخليك. تفضل يا أبونا مينا. طيب حلوني يا أبي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا رب على الفرصة الحلوة دي وكلمات النعمة النهاردة اللي استفدنا منها من شخصية أيوب. إزاي يا رب الشيطان بيحاول يهيج كل حاجة حوالينا يحطنا في مشاكل، بس ادينا يا رب الإيمان إن احنا لا نهتز مهما حصل حوالينا، نثق في محبتك، نثق إن انت بتمد إيدك في الوقت المناسب وترفعنا يا رب من كل ضيقة، وترفعنا في الدرجة في الإيمان في محبتك في الالتصاق في معرفتك في رصيدنا في السماء. اديني يا رب الإيمان الذي لا يهتز بالتجارب ولا بالمشاكل ولا بالأمراض. ادينا القلب المتضع المتوكل عليك في كل شيء. أذكر يا رب خدمات آبائي أبونا يوحنا وأبونا صميل وخدمات آبائي في المنطقة. أذكر كنيستك وشعبك في كل مكان، احفظهم يا رب من كل الشر. أذكر كل السامعين وأعطني يا رب إن احنا تكون هذه الكلمات سبب بركة في كل بيت. حافظ على أولادنا من كل الشر، اغفر لنا خطايانا وتقصيراتنا، وادينا نعمة في حياتنا وكمل أيام حياتنا على خير وسلام. من أجل صلوات وطلبات وشفاعات أمنا عذراء طاهرة منى مترفع عنا في كل حين، الشهداء العظيم ماري يوحنا النعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، القديس بابا كرولوس، كل مصافي القديسيك، استجب لنا عندما ندعوك بذات البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لتأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. تفضل. أن محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم.